السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده وفي نهار جديد. نتمنى هذا الفيديو وهذه الوصفه تلقاكم في احسن الاحوال، كلكم بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن، كلكم تحياتي لكم كبيره وبارك عليكم. هذا الشهر رمضان الله يصوموا لكم بالكمال، والله يغفر لنا الذنوب وكل شيء ما كنتمنوا، ان شاء الله نلقاو في هذا رمضان رمضان كريم عليكم كاملين والله اكرم. اليوم بنياتي تعليق كثيره، ومنهم واحد التعليق اللي تالت انتباهي ديال واحد السيده اللي عندها مشكل ديال سحر الارحام. هي اكتشفت سحر الارحام يعني قبل ما تزوج، عندها قبل ما تزوج كان عندها واحد يعني تصفيح، وعندها ثقاف وعندها مشاكل وعندها يعني دارت الرقية الشرعية ودارت يعني باش فكات هذاك السحر اللي فكاتو، هذاك الثقاف اللي فكاتو، لكن ملي تزوجت ولات كتحمل، ومني كتحمل كيوقع لها إجهاض. يعني دائما أي حمل كتحمل وكيوقع لها إجهاض، لكن كتقول لك قبل ما كيوقع لها إجهاض كتشوف واحد الحلم، كتشوف واحد الحلم بأنها تجري عليها يا إما حيوانات مختلفة مثل حاشاكم الكلاب أو أي حيوان كيجري عليها، حتى كطيح وكيطيح لها يعني الجنين، أو كتشوف شي مرأة لي كضرب ليها عجوز، كضرب ليها البطن ديالها، كتصبح كتلقى رصاصة في طاح ليها الجنين. وبغيت نقول لك بنتي، قلت لها ليك تعالي، قلت لها راه هاد المشكل لي عندك راه عندك، بقى تابعك داك السحر ديال التصفيح اللي كان عندك، هو اللي بقى لك سكن لك في الرحم ديالك، وخلاك كيسبب لك هاد سحر الارحام والتابعه اللي كتؤدي الى الاجهاضات المتكرره. غنعطيك بنتي واحد الوصفه هائله جدا جدا، وحتى البنات اللي كيعانيو من هذا المشكل اللي عندها اجهاض متكرر وكتشوف احلام بانها راه هذاك الحلم كيدل انها راه عندها تابعه ولا عندها شي حاجه كيوقع ليها بحال هاد السيده، راه عندها سحر الارحام. تنوض توكل على الله وتقول بسم الله وتوكل على الله، الله هو العليم السميع اللي كيشافي كل المسلمين باذن الله تعالى. غادي ان شاء الله غديروا هاد الوصفه، عباره عن عشبه سحريه خلقها الله، هي كف مريم. السر ديالها خطير جدا في علاج سحر الارحام. زوين هذا كف مريم، راه كتكون عند العطار، كتكون بحال مثل هاد العشبه هاي، كتكون سموها كف مريم لان كتكون بحال الكف، وهي منكمشه بحال الكوعي. هانتوما هاد كف مريم راه موجوده عند العطارين، تاخديها مع الشابين قولي لي كف مريم وغتجيبيها. هذا هو هاد كف مريم، راها فيها اسرار كثيره جدا في علاج سحر الارحام، ومنهم هاد الوصفه اللي غندير لكم اليوم. تابعوا معايا بنياتي الوصفه ديال اليوم، كيفاش غندير لكم الوصفه بالسحر اللي فك سحر الارحام والتصفيح والثقاف والتابعه والاجهاض المتكرر بهاد العشبه البسيطه. ان شاء الله غتفكي من هاد المشكل كامل. اتبعوا الوصفه من اول الى اخر، وما تنساوش بنياتي اللي ما اشتركش في القناه تشترك ويفعل الجرس ويدير لايك للفيديو ويكتب شي تعليق، وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. وتابعوا معي بسم الله على بركة الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة كالتالي، إن شاء الله غنوريكم المكون على قرب باش تشوفوا. عشبة كف مريم هي هذه، كتكون عند العطار وعند اللي كبائع الأعشاب، راها ماشي غالية الثمن. غتجيبوها اللي عندها هذا المشكل وديرها بإذن الله، وغادي يكون المراد بإذن الله تعالى. غتجيبوا هاد العشبة بإذن الله. هاد العشبة راها زوينة كتمتاز بأنك تعالج بزاف المشاكل وبزاف الحاجات اللي كتكون كتعلق بالرحم المرأة، وأيضا حتى كتفك حتى السحر والتصفيح والثقاف والإجهاضات المتكررة. غنوريكم بنياتي كيفاش غتستعملوها. غتاخذوا إن شاء الله منها ثلاث عروش، هانتوما كتكون هو فيها عروش، يعني فيها عروش، كتاخذي ثلاث عروش بحال هكا، كل عرش كتاخذيه بحال هكايا، يعني كنقولوا حنا ثلاث برونش. كتشوفي هانت كتقطعيهم بحال هكايا، ها هي كتشوفي هانت ثلاث عروش كتاخذيهم بحال هكايا،
هي كتكون يابسه، هي كتكون يابسه عند العطار. ثلاثه هي فيها، هي على شكل شكل كف كف، يعني فيها بزاف العروج. كتاخذ لي ثلاثه العروج بحال هكا، هي انا غنقطعها مزيان. ها هي هذه فيها جوج، هذه فيها جوج، وهذه فيها وحده، هي ثلاثه. انا عندي ثلاثه، غتغسليهم مزيان وغتحطيهم في واحد الكوب، واحد الكوب بحال هكايا، تحطيهم واحد الكوب وتزيديها. هاد ماشي مشكله، كتزيديهم. اش كديري؟ كتخوي عليهم الماء الغليان اللي كتكوني غليتيه مزيان، كتخوي عليه، يعني كتصبي فوق منه الماء الغليان. انا غليت الماء من قبل، وكتعمري عليها الكاس، ديك العشبه اللي فيها ثلاثه عروج باذن الله تعالى، وكتغطيها، كتغطيها وتخليها مده 20 دقيقه. 20 دقيقه كتبقى حتى كتطلق ديك العشبه مزيان مزيان، وان شاء الله غنكمل معكم الوصفه باذن الله. بعد ما خليناها 20 دقيقه بالتمام والكمال، اش غنديروا بنياتي؟ غنكمل ان شاء الله الطريقه باذن الله اللي غتسيدل عندها هذه المشاكل، غادي كيفاش غتستعملها. ملي غتحيدي 20 دقيقه وتحيدي الغطاء، غادي تزيدي الكاس للفم ديالك وتقراي عليها سوره النصر، سوره النصر كامله، وايضا سوره الفتح بجوجهم، سوره النصر وسوره الفتح. تقراي على هذا الكاس وتنفتي في الكاس وتشربي هذا الكاس على الريق، يعني على معده فارغه. تشربي هذا الماء ديال عشبه مريم، يعني بعدا تصفيها او ما تصفيهاش، يعني راه كتبقى ماشي ما كتهبطش، كتشربي على الماء ديالها اللي هو مقرا عليه. يعني تاخذيه قبل الفطور، يعني على الريق. وفي هذا الشهر سيدنا رمضان، قبل ما تفطري باذن الله في عبد الفطور ديال الصيام، قبل ما تشربي هذا الكاس اللي تكوني حضرتيه من قبل ودرتي عليه الرقي، درتي عليه هذيك جوج صورتين، صوره الفتح وصوره النصر، تقرايهم عليهم وتقربي الفم ديالك للكاس. بعد ما تسالي شربي الكاس على دفعه واحده مده 7 ايام، مده 7 ايام، يعني شربي في وقت اللي بغيتي. ما غنقولش لك لا قبل الدوره ولا بعد الدوره ولا اثناء الدوره ولا والو. ما عندك هذا المشكل غديري بعدا تحيدي سح الارحام والتصفيح والتابعه والاجهاضات المتكرره باش تعالجيها من قبل. يعني تحيدي داك يعني هذاك العار اللي كيكون عندك في الرحم، يتحيد بهاد عشبه مريم المقرا عليها لمده 7 ايام دائما على معده فارغه. مي تكملي ان شاء الله 7 ايام صافي توقفي. نهار مني تحملي باذن الله غنكمل معاك اشنو غديري باذن الله. تابعي الفيديو من الاول للاخر. بعد ما غتكملوا ان شاء الله اسبوع، يعني 7 ايام اللي غتشربوا هذا الكاس اللي فيها عشبه مريم يوميا قبل الفطور، يعني قبل على معده فارغه يوميا، يعني وفيها مقرا عليه الصورتين، صوره الفتح وصوره النصر. من بعد ملي غادي يكون ان شاء الله حمل صافي 7 ايام كتوقفي. ملي غادي يكون حمل وتعرفي راسك انك حامل باذن الله، اش غادي ديري؟ غادي ديري تولي دهني يوميا، دهني قبل النوم، دهني المسك الاسود. غتجيبي المسك الاسود مع هذا العطار اللي يكون سائل، حيت كاين المسك الاسود اللي كيكون عباره عن حجره، وكاين المسك اللي عباره عن سائل. انت غتجيبي المسك الاسود اللي هو سائل، غادي تولي تدهني به يوميا ما يتحملي، تدهني به قبل ما تمشي للنوم. ما تشنشي النوم كدهني به المناطق ديالك، يعني ما بين الفخذين، كاع المنطقه اللي هي كتكون فيها واحد الوسط، يعني السونتر اللي كيكون فيه حراره في الجسم، يعني في السره غتحطي نقطه، في السره غتحطي نقطتين ما بين الفخذين، ما بين في الابطين، يعني تحت الاذنين، يعني في البلاصه المناطق اللي كيكون فيها حراره، غتحطي نقطه 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 من داك السائل المسك الاسود، وعلى تخلدي الى النوم يوميا باش تحمي الجنين ديالك من الاشهاد. هذه هي. ولكن هذاك المسك الاسود انت كديري فيه وضروري من الرقيه الشرعيه. اشنو هي الرقيه الشرعيه؟ الفاتحه 7 مرات، سوره البقره 7 مرات، سوره البقره ماشي كامله، الايات كرسي منها ايه الكرسي، والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
يعني كتقريهم سبع مرات سبع مرات وانت كداني في هذاك في هذاك المسك الاسود، وان شاء الله غادي تحمي راسك وتحمي الجنين من الاجهاض. هذه راه وصفه رائعه جدا جدا، عيدوها لبنياتي اللي عندها المشكل ديال صح الارحام اللي كيتسبب لك في الاجهاض المتكرر ان شاء الله، واللي عندها تصفيح ايضا حتى هو تقدر ديرو، واللي عندها ثقاف واللي عندها اي مشاكل من هذا القبيل توكلوا على الله وبقراءه القران ويعني والرقيه الشرعيه باذن الله غتفكوا من هذا المشكل، وان شاء الله يكون الخير والله يرزقكم بالدريه الصالحه يعني يعني المعافاه ما فيها حتى شي مشاكل ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى باذن الله، مع السلامه.